مرحبا بكم في هذه السلسلة المجانية التي نخصصها للاستعداد لامتحانات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، وكذا الاستعداد للمباريات المهنية. وفي هذا الجزء يكون موضوعنا الأساسي هو مفهوم التربية من حيث معناه ودلالاته. بداية سنهتم بالاشتقاق اللغوي الإتيمولوجي للمفهوم. وفي اللغة العربية التربية هي من فعل ربى يربي، ومعناه هو الفعل المرتبط بالرعاية من فعل رعى يرعى. والرعاية هي العناية والاهتمام اللازمين لشيء حتى ينمو ويتهذب. وتأخذ التربية أيضا معنى التهذيب أو الإصلاح. أما في الجدر اللاتيني والإغريقي فالتربية education تشتق من العبارة اليونانية educare أو educare، وهي بمعنى الرعاية والنمو والتطور. تنتمي عبارة التربية في الأصل إلى القاموس الفلاحي أو الزراعي، كأن نقول تربية الدواجن أو تربية النحل أو تربية المواشي، وتقال عامة للحيوانات أو الكائنات الحية، أي تلك الكائنات التي تنمو وتمتلك نفسا بما في ذلك الإنسان. وبعامة يمكن القول إن التربية هي مجموع الأفعال التي تدخل في باب الرعاية والعناية، وغايتها تهذيب الكائن الحي حتى ينمو ويتطور في جسده ونفسه. وللتفصيل في هذا المفهوم يمكن النظر إليه من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى التربية في ارتباطها بماهية الإنسان، والزاوية الثانية هي التربية في ارتباطها بالأثر أو الغاية المنشودة، والمستوى الثالث أو الزاوية الثالثة هو ارتباط التربية بالسياق الاجتماعي الذي تتم فيه. بالنسبة للزاوية الأولى التربية في ارتباطها بماهية الإنسان، ونحن نقصد بماهية الإنسان جوهره الذي يميزه عن باقي المخلوقات، وهذه الماهية هي التي تستقر فيها حقيقة الإنسان باعتباره كائنا عاقلا ومريدا. وهنا لابد أن نشير إلى أن التربية هي خاصية إنسانية، بمعنى أن الإنسان هو الكائن الوحيد المعني بالتربية، والذي يمارس التربية كمربي، والذي تمارس عليه التربية كموضوع أو يصبح موضوع التربية أو كمتربي. حتى وإن كنا نلاحظ أن بعض الحيوانات كالطيور والأسود وغيرها ممن تهتم بنقل بعض سلوكاتها إلى أفراد نوعها أو صغارها، كأن نرى عصفورا يعلم عصفورا مبتدئا تقنيات الطيران، أو لبوعة تعلم شبلا كيف يصطاد، ومع ذلك لا نعتبر هذه السلوكات تربية ولا تدخل في نظرنا في باب التربية. وحجتنا في ذلك ثلاث ملاحظات. الحجة الأولى إن سلوكات الحيوان هي مجرد أفعال غريزية تمليها طبيعة الحيوان دون أن تكون قرارات واختيارات إرادية واعية، بمعنى أن تلك الحيوانات لا تعي ما تفعل أو لا تدرك سلوكاتها على أنها سلوكات تربوية. ثانيا أن السلوكات الحيوانية تتكرر بنفس الشكل وبنفس الهدف دون أن تتغير منذ ملايين السنين، فنفس الحيوانات أو نفس الكائنات الحيوانية التي تنتمي إلى نفس النوع تقوم بنفس السلوكات بنفس الطريقة ولأجل نفس الهدف منذ ملايين السنين دون أي تغيير. فلو كانت الحيوانات تعي سلوكاتها التربوية لغيرت من أهدافها وغيرت من وسائلها وغيرت من طرق إعدادها لناشئتها. الحجة الثالثة أو الملاحظة الثالثة هي أن الأفعال التربوية عند الإنسان تنطلق من العقل، فالمربي يعي مسبقا الهدف الذي يتوخاه والكيفية والوسائل التي سيعتمدها في ذلك، وأثناء ممارسته للتربية فإنه يعدل ويصحح تدخلاته حتى تكون ملائمة باستمرار للهدف وللمعطيات المرتبطة بالمتربي وللسياق الذي تتم فيه التربية.
لذلك على خلاف الحيوان نلاحظ أن الإنسان طور وجدد وجعل من التربية موضوع علم أو علوم، وأبدع نظريات ومقاربات ومناهج ووسائل تتطور باستمرار من أجل المزيد من الأهداف والفعالية التربوية. أما الزاوية الثالثة التي سننظر منها إلى موضوع التربية وهي ارتباط التربية بالأثر، نلاحظ أن أثر التربية هو غايتها، لأن التربية هي حركة وكل حركة تتوخى أثرا وهو غايتها وفضيلتها، والفضيلة هي الغاية التي يطلب من أجلها الشيء. فغاية التربية هي إحداث أثر محمود وإيجابي في ذات المتربي، لذلك يدخل أرسطو التربية في باب حركات الاستحالة أو التحول، بمعنى نقلة من حال إلى حال، أي أن المربي يتوخى نقل المتربي من حال القصور إلى حال القدرة أو الكمال النسبي، أو نقله من حال الجهل إلى حال المعرفة والعلم. لذلك يرى جون جاك روسو أن التربية تدخل في باب اكتمال الكائن الإنساني الذي يتميز بكونه هو الكائن الوحيد الذي لم تمنحه الطبيعة أي امتياز وعطلت نموها أكثر من اللازم. فالإنسان هو الكائن الحي الذي يستغرق وقتا طويلا جدا بين الولادة والنضج، قد يصل إلى 15 سنة، في حين أن الحيوانات الأخرى بعضها ينضج بعد ساعات أو أيام، والبعض الآخر بعد أسابيع أو شهور. فالتربية هي ما يضمن اكتمال الكائن الحي. ونلاحظ أيضا أن التربية تتجه أساسا نحو الجانب النفسي والعقلي في الكائن البشري أكثر من الجانب الجسدي، لأن الجسد ينمو وفق قانون طبيعي خاص به، يكفي فقط أن نضمن أو أن نوفر الحاجات الأساسية، فإن هذا الجسد سينمو لوحده وكأنه آلة ذات حركة ذاتية. أما الجانب النفسي والعقلي فهو لا ينمو إلا بتدخل تربوي، أي بتعليم وتهذيب وترشيد، فإذا ما ترك الإنسان لطبيعته سيكون محدود القدرات العقلية والنفسية، وهذا هو حال الأطفال المتوحشين لزونفون سوفاج. ومعنى هذا أن قصد التربية وغاياتها هما تنمية الإنسانية في الإنسان، بمعنى من دون تربية تنتصر الحيوانية على الإنسانية في الإنسان. فالتربية من وجهة نظر جون جاك روسو في كتابه إيميل أو لوديكاسيون هي ما يصنع منا بشرا أو ما يجعلنا إنسانا. ومن زاوية أخرى تبدو إنسانيتنا مرتبطة بأثر التربية، وهو تنمية الذكاء فينا، ذكاء متنوع وشامل للجانب الذهني المعرفي والجانب الوجداني والعاطفي والجانب الأخلاقي وجوانب أخرى سنتطرق إليها لاحقا إن شاء الله. أما الزاوية الثالثة أو المستوى الثالث وهو النظر إلى التربية في علاقتها بما هو اجتماعي، ويمكن القول بداية إن الطبيعة الاجتماعية للإنسان هي ما يجعله يمارس التربية. لو كان الإنسان يعيش حالة الطبيعة المتسمة بالفردانية والعزلة والتوحش لن يكون في حاجة لممارسة التربية. فالتربية في غايتها هي ذات أبعاد اجتماعية، إننا نربي أفرادا جدد لكي يصبحوا كائنات اجتماعية، بمعنى لكي نخرجهم من دائرة الحيوانية ليصبحوا بشرا يمتلكون رصيدا إنسانيا من خلال التشرب بالثقافة الاجتماعية للنوع الإنساني l'espèce humaine. لذلك فالتربية هي فعل اجتماعي يتوخى أن يصنع من الأفراد كائنات اجتماعية مندمجة في وضع اجتماعي وفي دور اجتماعي من خلال عملية النقل la transmission culturelle ou sociale. النقل يعني تمرير مجموعة من المعطيات الثقافية، سواء كانت أفكارا وتمثلات ومعلومات ومعارف، وسواء كانت أيضا قيما وعادات وتقاليد، وسواء كانت أيضا رموز وسلوكات وأفعال مرجعية وغيرها من المعطيات الثقافية التي خلقها مجتمع أو جماعة ما في مسارها الحياة عبر أجيال، وتحولت إلى قيم مرجعية مثالية أي تراث للجماعة، يفترض أن يتم
نقله إلى الأجيال اللاحقة لضمان التماسك الاجتماعي على أساس التماسك الثقافي والروحي الذي يتم عبر عملية النقل أو عملية التربية. إذن فالتربية هي نقل ترانسميسيون لهذا التراث ولتلك الثقافة حتى تصبح أثرا مرجعية لا شعورية، بمعنى مترسخة في لا شعور الأفراد، وحتى يصبح هؤلاء الأفراد يتصرفون وفقها بطريقة حدسية لا شعورية. لذلك نلاحظ أن التربية تتوجه إلى الأطفال منذ الولادة وتكون مكثفة في المراحل الأولى للطفولة لاعتبارين. الاعتبار الأول لأن الطفل يتميز بالمطاوعة، أي القابلية الكبيرة لاستيعاب الذهن والعقل وتخزين المعطيات وترسيخها. المعطى الثاني هو أن بنية الشخصية لدى الطفل تكون هشة ومرنة ويكون بمقدورنا التأثير فيها، لكن عندما تبدأ بنية الشخصية في الاستقرار مثلا في مرحلة المراهقة نلاحظ أن مفعول التربية يصبح محدودا، بمعنى يضعف هامش التأثير والتأثر، وتنمو لدى الفرد المقاومات ومجموعة من الآليات الدفاعية التي تحد من تأثير وفعالية التربية. لذلك فالتربية من زاوية اجتماعية هي تنشئة اجتماعية سوسياليزاسيون غايتها خلق فاعل اجتماعي أكتور سوسيال يمتلك طبيعة اجتماعية سوسيابيليتي. وكخلاصة لهذا الجزء يمكن أن نقول إن التربية هي فعل قصدي غايته استكمال نقص طبيعة الكائن الإنساني، وهي خاصية جوهرية للإنسان وحده دون الكائنات الأخرى، وغايتها تنمية الرصيد الإنساني في الكائن البشري حتى يصبح كائنا اجتماعيا وفق منظومة ثقافية لمجتمع معين. إضافة لذلك أن التربية هي فعل شامل للتنشئة الاجتماعية ويتضمن أفعالا أخرى تشتق منه كالتعليم والتكوين والتلقين والتدريس، وهي مفاهيم سنهتم بها في الجزء الثاني. نشكركم على اهتمامكم وإلى اللقاء في الجزء الثاني إن شاء الله.